كانت أساليب الري المستخدمة الغمر والقنوات، وكان طن الواحد من الخضروات والفواكه بحاجة إلى 100 متر مكعب من المياه. مع استخدام التقنيات الحديثة بالري بالتنقيط والزراعات المحمية أدى إلى تقليل هذه الكمية إلى النصف. الآن الزراعات السمارت فارمينج نحكي عن 2 متر مكعب للطن الواحد. أحد أهداف الرئيسية لاستخدام التكنولوجيا في موضوع المياه هو توفير المياه. إحنا كفلسطينيين وبسبب إنه ما عندنا سيادة على مصادرنا المائية، إحنا مجبرين إن نبحث عن تكنولوجيا بتوفر المياه، وذلك لأنه كميات المياه اللي بنستخرجها محدودة. أهمية التكنولوجيا كانت كتير واضحة واستخدامها بهاي الحرب على غزة، فنظام الديسيلينيشن سيستم أو نظام تحلية المي للمياه الجوفية اللي في غزة بتعاني من مياه مالحة كانت هي السبب الرئيسي اللي أعطى الناس بصيص أمل بأنه بقدرتهم أنهم يمتلكوا مي مناسبة للشرب. نمتلك في ضفة الغربية ما يقارب 14 محطة مياه صرف صحي، اللي هاي المحطات بتشكل مصدر مساند وليس بديل كامل. احنا بالواقع الفلسطيني بس بنعمل إعادة استخدام بس 5% من نسبة كل المي المعالجة بالضفة.